تطوير الموارد البشرية والارتقاء بها يعد مسؤولية وطنية. فالعنصر البشري يعتبر أداة التنمية الشاملة والمستفيد الرئيسي منه. يعد القانون الاتحادي 6/2014 بشأن الخدمة الوطنية والإحترافية الخطوة الأكثر أهمية في مجال تطوير العنصر البشري والارتقاء به في الدولة. فالخدمة الوطنية سيؤديها المجند غالبا كان موظف التي تراوح مدتها بين 9 شهور لحملة الشهادة الثانوية العامة وسنتين لمن هم دون الثانوية. وانطلقت الدفعة الأولى للخدمة الوطنية بتاريخ 30/8/2014 والتي تعتبر محطة هامة في حياة الشباب الإماراتي. فالخدمة ستعزز المواطنة الصالحة وقيم الولاء والانتماء والتضحية التي بدونها لن يكون هناك نفعا أو جدوى من أي بذل أو عطاء. كما ستساهم في بناء شخصية الشباب الإماراتي. طبعا قبل ما أبدأ في الأهداف الاستراتيجية لمشروع الخدمة الوطنية أحب أن أتكلم بشكل عام عن دولة الإمارات، دولة الإنجازات. الإنجاز الرئيسي واللي نحن لازلنا اليوم نعيش في ظله هو قيام دولة الاتحاد. كان في طبعا عدة مبادرات في الفترة السنوات اللي فاتن، كان في موضوع، كان في مشروع البيار تم إدخاله في المناهج في المدارس في التعليم، مشروع الشيخ خليفة لتمكين الطلاب. يعني آخر حاجة نحن طلعنا فيها اللي هو مشروع الخدمة الوطنية. طبعا هناك في شروط معينه لابد للالتحاق بالخدمه الوطنيه ان تكون متوفره في المجند اللي راح يلتحق بالخدمه الوطنيه. اول شرط طبعا ان يكون من مواطني الدوله، هذا شرط رئيسي. ثم ان يكون قد بلغ 18، بمعنى 17 سنه زائد يوم، ولا يتجاوز 30 سنه من عمره. كذلك أن يكون لائق طبيا، طبعا أداء الخدمة الوطنية خدمة لابد أن يكون الإنسان لائق لأداء الخدمة. كذلك شرط رئيسي أيضا موافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية. طبعا هذه اللجنة شكلت بقرار حسب نص المادة 32 من قانون الخدمة الوطنية. عندنا حالات، 9 حالات حصرا بالنسبة لإعفاء المؤقت. القصد من الإعفاء المؤقت هي الإنسان يمر بظروف معينة. السؤال الأول بالنسبة للطلبة الموظفين اللي يعني عمرهم بيشارك على 30، في نفس الوقت باجرهم السنة الدراسية عشان إنهم يكملون في كليات التقنية أو جامعة زايد وجامعة الإمارات، شو بيكون الوضع بالنسبة لهم؟ لأن السنة هاي لقينا صعوبة شوية هنا في التنسيق مع قوائم الطلبة المتحقين بالدفع. حدد القانون طبعاً بالنسبة للطلبة اللي في السنة الأخيرة اللي أعمارهم 29 سنة تقريباً عليها أن يتقدم إلى مكاتب التجنيد ويأخذ بطاقة تأجيل الخدمة الوطنية ولا يعفيه إلى 45، فبيأخذ إذا كان السمستر الأخير خلاص بيعطونه تأجيل وبالتالي يستمر بدراسته ويخلص.